شعب حاول أكثر من مرة أن يناضل من أجل أن يعيش. يقال إنهم السكان الأصليون في آسيا والتي خرجت منها كل الشعوب الأسيوية، يتحدثون لغة لا يفهمها أحد سواهم، والنساء لديهن وشم غريب للغاية. أما حكايتهم مع الدب فهي أغرب من الخيال. فمن هم شعب الآينو؟ وما هي حكايتهم؟ ولماذا أصبحوا مهددين بالاختفاء؟ شعب الآينو هو شعب مميز وفريد. قيل إنه كان من السكان الأصليين الذين قطنوا قارة آسيا، وهو واحد من الشعوب التي لديها ثقافة وشكل وعادات وتقاليد مختلفة تماماً عن اليابانيين حتى النصف الثاني من القرن العشرين. عاش شعب الآينو منذ سنوات في اليابان، لكن في الجزر اليابانية الكبرى، وغالبية شعب الآينو يعيش بمحاذاة الساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو، ويتبادلون السلع مع اليابانيين. وكان لدى شعب الآينو قديماً ملابس تقليدية قماشها من لحاء الأشجار، وكانت مزينة بتصاميم هندسية غريبة. والرجال ما يميزهم أنهم يطلقون لحاً كثيفة، والنساء لديهن وشم على وجوههن يشبه الشوارب. ثقافة الآينو كانت في الغالب ثقافة صيد، ومن أهم طقوسهم الغريبة القبض على صغير الدب الذي يربى مع أفراد الأسرة في الغالب. وعندما يكبر الدب ويكون هذا الشعب دربه بشكل يستطيع معه العيش مع الإنسان دون إيذائه، كانوا يتقاسمون معه طعامهم، ثم يقومون بطقوس معينة داخل أحد المعابد بعد رحيل الدب لأكله، إذ يعتقدون أن روح الدب بعد رحيله هي رمز الرفاهية والحظ السعيد. عانى هذا الشعب كثيراً، فمنذ حوالي 150 سنة في عهد الإمبراطور ميجي احتلت اليابان جزيرة هوكايدو التي يعيش بها شعب الآينو، وتعرض الشعب لمضايقات كثيرة، منها الترحيل الإجباري من أراضيهم وذهابهم إلى منطقة جبلية قاحلة في وسط الجزيرة. كل ذلك جرى في إطار قانوني بموجب قانون حماية السكان الأصليين السابقين لجزيرة هوكايدو عام 1899. وبعد فقدانهم أراضيهم أعيد توطينهم في منطقة شمال الأرخبيل الياباني، وعانوا من سوء المعاملة، وتعرضت لغتهم الخاصة للانقراض. لكن في السنوات الأخيرة حدث تزاوج بين اليابانيين وشعب الآينو، لكنهم حاولوا الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم حتى لو تزوجوا من اليابانيين. وكافح شعب الآينو كثيراً حتى يصدر قانون يسمح لهم بتعلم لغتهم التي أصبحت في طور الانقراض، خاصة بعد وفاة آخر متحدث رسمي لديهم والذي كان يطالب بحقوقهم. وبالفعل صدر هذا القانون في عام 1997، وأصبح الجيل الجديد من شعب الآينو يحاول تعلم اللغة القديمة من الأجداد والآباء.